بعد 8 سنوات من ذكرى أحداث 28 يناير 2011، نجحت التجربة المصرية في تحويل الصورة من فوضى وتخريب ودمار إلى تنمية وتقدم وعمل، وفي أن تكون نموذجا تتم دراسته في العالم، وذلك بعد أن عم الأمن والاستقرار ربوع البلاد بفضل رجال الشرطة والقوات المسلحة. المزيد في هذا التقرير. فوضى، سرقة ونهب، هجوم على المنشآت العامة والخاصة، تخريب طال أقسام الشرطة. هذه كلها مشاهد مأساوية مر عليها 8 سنوات. في مثل هذا اليوم من عام 2011، والذي عرف باسم جمعة الغضب، قامت جماعات الفوضى بالهجوم على عدد من المحال التجارية ومراكز التسوق وتوكيلات السيارات والبنوك بمختلف محافظات مصر، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة. هذه الصورة القاتمة سرعان ما انعكست سلبا على الشارع المصري الذي بدا في حالة من الذعر من حالة الدمار والفوضى التي طالت بعض مؤسسات الدولة ولا سيما أقسام الشرطة. هذه المشاهد أيضا رفضها المصريون وأثرت بالسلب على جميع مناحي حياتهم، ما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الاقتصاد والسياحة، الأمر الذي أعطى فرصة لأعداء البلاد وجماعات الفوضى للنهش في جسد الوطن وتدمير وتخريب مؤسساته ومنشآته. بعد 8 سنوات لم تنجح مخططات الفوضى والتخريب في تحقيق أهدافها في مصر. فبعد بزوغ شمس 30 يونيو عام 2013 وحتى اليوم، تغيرت المشاهد المأساوية إلى نماذج ناجحة. تهاوت جميع أحلام المخربين مع عودة الاستقرار إلى الشارع المصري بفضل جهود وتضحيات رجال الشرطة الذين واجهوا وببسالة جرائم جماعة الإخوان الإرهابية. رجال الشرطة الأبناء الأوفياء لشعب مصر الأبي، نجحوا في التصدي لكل من سولت له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين هزموا الإرهاب وعناصره الآثمة. لم يزيد سقوط الشهداء والمصابين منهم إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين. عودة الأمن والاستقرار إلى مصر أسهمت بصورة كبيرة في تحول المشهد الفوضوي إلى إطلاق الآلاف من المشروعات التنموية في شتى المجالات، سواء كانت في الإسكان أو الطرق والكهرباء والصحة وغيرها، فضلا عن عودة مصر إلى المشهد الإقليمي والدولي انتهاء بترأسها للاتحاد الإفريقي خلال هذا العام. ما بين عامي 2011-2019 تحولت التجربة المصرية إلى نموذج تتم دراسته في العالم، نموذج يحتذى به في تحدي الصعاب وتحويل الصورة من فوضى وتخريب ودمار إلى تنمية وتقدم.